لله الذي أمرنا بالجهاد لتطهير الأرض من الكفر والفساد، ووعد المجاهدين بعظيم الأجر والثواب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جاهد في الله بالقلب واللسان والدعوة والبيان والسيف والسنان، صلوات الله وسلامه عليه. فقال تعالى في القرآن المجيد: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يكذب ولم يحدث نفسه بوزنه مات من الجاهلين. وقال أيضا: إذا تركتم الجهاد فسلط الله عليكم الذلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إخواني في الله، الجهاد في اللغة بذل الجهد والطاقة، وفي الاصطلاح بذل الجهد والطاقة لأحياء الكلمة في العالم كله. والمرض من الجهاد أحياء كلمة الله ونشر المبادئ الإنسانية التي كريمة التي جاءت بها الشرائع السماوية ودفع بيد المعتدين. ففرض الله علينا الجهاد في سبيله دفاعا عن الحق ولتخليص البشرية من الظلم والفساد والمكر والاجتهاد الذي يمارسه أعداء الله. فأصبح الجهاد في سبيله شعار هذا الدين وانتهى الأمة وحسنها المتين. فما ترك أمة الجهاد إلا ذلك. لهذا كان الجهاد في شريعة الإسلام فريضة لازمة لا بد منه لنيل الأهداف، وكان لغة أعمال الإسلام. يا أحبتي في الله، إن الجهاد في هذا العصر واجب عليها، لأن المسلمين في العالم من فلسطين والشام صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلو.